يطلب من رجال الأعمال بدل ما تتعرضون إلى ابتزازات وإلى تضطرون تدفعون أشياء خارج القانون، باب مكتب رئيس الوزراء مفتوح لكم لحمايتكم، ولكن هناك تجب أن تكون علاقة حقوق وواجبات مقابل الحماية، أن تقومون بمشاريع حقيقية بدل ما يندفع بعض الأحيان مبالغ لشخصيات وموظفين صغار تكون على حساب الشعب. أنا مستعد لحمايتكم وأقولها بكل صراحة، بابي مفتوح لكم، ولكن تعالوا اشتغلوا وابنوا بلدكم. أي ابتزاز غير مقبول لرجل الأعمال، ومن معيب على رجل الأعمال أن يختار الابتزاز. قاعد يشوفون الشركات الدولية والعالمية ما تدفع رشاوي، ما تقدر، قوانين تحميها. أنا أقول لكم اليوم أنا جاهز لحمايتكم، وقابل الحماية أريد من عندكم شغل جاد للبناء في قطاع الكهرباء، كان في قطاع النفط أو قطاع الزراعة، الطرق. أخوان ساهموا ببناء بلدكم. موروثنا الاقتصادي مع الأسف الشديد هنا بالنفط، فعندما ينهار النفط ينهار وضعنا، ولهذا تحولنا إلى عبيد لسلعة النفط. النفط ثروة مهمة جدا يجب الاهتمام بها، ولكن في نفس الوقت يجب يكون هناك قطاعات أخرى، التجارة، الزراعة، الصناعة، يكون لها دور حقيقي. وعليه اليوم نحن مطالبين بتحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على مصدر واحد، ويكون هناك دور حقيقي للقطاع الخاص. القطاع الخاص في كل دول العالم المتطورة الدولة تبني استراتيجيات، ولكن القطاع الخاص هو من يقوم بدعم الدولة بعملية التطوير. هذا السبب شوفوا كل دول العالم المتطورة القطاع الخاص له نفوذ ولحضور حقيقي.